السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإسبانية. درس اليوم هو درس مهم بزاف، درس كيهم جميع الأشخاص وجميع الفئات العمرية، سواء كنت طالب أو تلميذ أو من محبي اللغة الإسبانية، أشخاص اللي كيتعلموا لا كومينيكاسيون. درس مهم بزاف. هاد الدرس هو الخيرونديو. فوقاش كنستعملوا هاد الخيرونديو؟ شنو هي القاعدة اللي كنطبقوا في الخيرونديو؟ سبق وقلنا أن الأفعال في اللغة الإسبانية كتنقسم ثلاثة الأقسام. أفعال اللي كيتسالونا بأر، مثلا ميرار، ترابخار، بايلار، أبلار، كانتار، بياخار إلى آخره، أو الأفعال اللي كتسالنا بأر، مثلا آسر ولا بيبير ولا كومير ولا كورير ولا غيرها من الأفعال، والأفعال اللي كيتسالونا بإي إر، مثلا بيبير، إسكريبير، سيغير إلى آخره. كيفاش كنديرو نطبقو هاد الخيرونديو وفوقاش كنستعملوه؟ كيف ما سبق وشرنا على أن الأفعال في اللغة الإسبانية كتنقسم ثلاثة الأقسام: أفعال اللي كتسالنا بأ إر، والأفعال اللي كتسالنا بأ إر، والأفعال اللي كتسالنا بإي إر. الخيرونديو سهل. الافعال اللي كيتسالونا ب ار كنحيدو لهم ار وكنزيدوهم اندو. على سبيل المثال ميرار كنحيدو ار وكنزيدو له اندو كيولي ميراندو. ترابخار كيولي ترابخاندو. بايلار كيولي بايلاندو. ابلار ابلاندو. بياخار بياخاندو. هذا فيما يخص الافعال اللي كيتسالونا ار، والافعال اللي كيتسالونا ب ار او اي ار كنزيدوهم ييندو. مثلا اسر كيتسال ب ار كنحيدوه وكنزيدو له ييندو كيولي اسييندو. بيبير كيتسالنا ب ار كيولي بيبييندو. comer comiendo. correr corriendo. الافعال اللي كيتسالونا عاوتاني ب اي ار حتى هما كنديروا لهم يندو. نفس القاعده كتطبق على ار و اي ار كيتزادوا لهم يندو. مثلا بيبير بيبيندو. اسكريبير اسكريبيندو. مثلا صالير ساليندو. هذه هي القاعدة الخيرونديو. بعد ما شفنا الأفعال في الخيرونديو كيفاش كيرجعونا، كنشوفوا القاعدة ولا الجملة كيفاش كتركب. الجملة كتركب سهلة. كنديروا الفعل استار مصرف في البريسنتي في الحاضر زائد الفعل في الخيرونديو. قاعدة سهلة جدا. للإشارة احنا كنهضروا على الافعال القياسيه، الافعال اللي ما كتغيرش، افعال اللي عندها نفس القاعده. كيتسالب ار كنزيدوه اندو، كيتسالب ار ولا اي ار كنزيدوه يندو. نعطيو امثله باش نفهموا اكثر. ملي كنبغيو نسولو في الخيرونديو، مثلا نسولو شي شخص كي استاس اسيندو، كي استاس اسيندو، ماذا تفعل، ماذا تفعل او شنو كتعمل. مثلا يو استوي كانتاندو اونا كانسيون دي هنريك إغليسياس. يو استوي كانتاندو اونا كانسيون دي هنريك إغليسياس. يعني يو استوي كانتاندو. كانتاندو كنلاحظوا انه زدناه اندو. علاش؟ حيت كيتسالنا ب ار. بيربو كانتار هي غنى ولا يغني، وهنا كتعني ان انا كنغني واحد الاغنيه ديال انريك إغليسياس. مثال اخر خوان استا توكاندو لا جيتارا. Juan está tocando
لا جيتارا خوان استا توكاندو لا جيتارا. توكاندو هو البربو توكار توكار يعني كيعزف توكار كيتسالنا بآر حيدنا له آر وزيدناه أندو حيث كيف ما سبق وقلنا على أن الأفعال اللي كيتسالوا آر كاملين كان حيدرهم آر ونزيدهم أندو. تو مثال آخر يو استوي بيبيندو السومو يو استوي بيبيندو السومو أنا أشرب سومو عصير ديال عصير. بيبيندو كنلاحظوا أننا زدناه يندو علاش حيت بيبير كيتسالى ب ار قلنا الافعال اللي كيتسالوا ب ار ولا اي ار كنزيدوهم يندو. يو استوي بيبيندو السومو مي مادري استا كوثيناندو اونا بيتزا مي مادري استا كوثيناندو اونا بيتزا. امي كتوجد واحد بيتزا كوسينار قلنا البيربو هنا كوسينار كيتسالى ب ار زدناه اندو كوسينار هي كطبخ ولا هي كطبخ ولا كطيب شي حاجه. مي بادري استا تراباخاندو اورا مي بادري استا تراباخاندو اورا. تراباخاندو هو بيرب تراباخار عيدنا لو ار وزدناه اندو يعني كيتولي الجمله مي بادري استا تراباخاندو اورا يعني الاب ديالي يعمل الان اورا الان. ماشي بالضروره يكون البيرب استار يمكن يكون سيغير يمكن يمشي تا مع سيغير. سيغير هي مازال ولا مازال ولا مادام بحال هذا. مثال يو سيغو استودياندو يو سيغو استودياندو اللي كتقول انا ما زلت ادرس. يو سيغو استودياندو ما زلت ادرس. مثال اخر لا نيفي سيغي نيفاندو لا نيفي سيغي نيفاندو يعني الثلج مازال كيسقط. نيباندو بيربو نيبار يعني كيتسالنا ب ار كنحيدرو ار كنزيدوه اندو. من بعد ما شفنا هاد الامثله وشفنا القاعده وكيفاش كنركبوا الجمله في الخيرونديو غادي نعرفوا فوقاش كنطبقوا هاد الخيرونديو وهذه هي اهم حاجه هي اننا نعرفوا علاش وفوقاش كنهضروا بالخيرونديو. الخيرونديو كنهضروا به في واحد الفعل اولا في واحد الحادث اللي كيدار داك الساعه حالا باقي ما تسالاش واحد الفعل اللي بدا وباقي ما تسالاش. يعني اذا قلت لك يو استوي ابلاندو يعني راه كنكون انا مازلت كنهضر باقي كنهضر باقي ما سكتشي. ولا قلت يو استوي كاميناندو كاميناندو بيربو كامينار يتمشى وهو كيتسالنا ب ار قلنا زدنا لو اندو. يو استوي كاميناندو يعني اتمشى باقي ما وقفتش يعني مازلت كنتمشى. كنهضروا على واحد الفعل اللي كيدار ديك الساعه اولا انت فيه ديك انت في ديك الفعل وديك الفعل يعني باقي ما تسالاش بديتيه وباقي ما تسالاش. يعني الا قلتي يو استوي كوميندو اورا يو استوي كوميندو انا راه كناكل الان بيربو كومير وكيتسالى ب ار كنزيدو هيندو كنعرف ان لا شي شخص قال لك جو استوي كوميندو اورا كتعرفوا انه مازال فوق الطابله باقي كياكل يعني باقي ما سالاش. قاعده كنظن واضحه ملي كيسولك شي شخص وكيقول لك كي استاس هاسيندو ماذا تفعل
عندنا بزاف ما يدار. يمكن تكون كتفكر ولا يمكن نقول يو استوي بينساندو. بينسار اصل الفعل هو بينسار كيتسلب ار. يو استوي بينساندو انا كنفكر، حيت كيتسلب ار زدناه اندو. انا عطيت حاولت نفصل في هاد الخيرون ديو بزاف، وباش عطيت الامثله بزاف باش نوضحو اكثر. وانا كنهضر دائما على الافعال القياسيه، افعال اللي ما كتغيرش، افعال اللي ما كتغيرش. بحالاش ما كتغيرش؟ يعني الا كان الفعل كيتسلمنا ب ار كنزيدوه اندو ديريكت، نحيدو ار ونزيدوه اندو. الا كان الفعل كيتسلمنا ب ار او لا اي ار كنزيدوه يندو. هادو الافعال قياسيه عاديه ما كتغيرش. كاينه بعض الافعال غير قياسيه، يعني واحد الافعال ما يمكن ماشي كنزيدوها غير اندو، يمكن كتبدل في الاول ديالها شي حرياف مثلا، شي حاجه كتغير، شي حرف كيتغير، ولكن ديك اندو ولا يندو كتبقى دائما هي نيت. وهاد الافعال هما اللي غادي تشوفوهم دابا. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وقمت بالشرح الكافي لهذا الخيرون ديو. هو درس كنظن سهل بزاف ومهم بزاف في نفس الوقت. كنتكلموا به في واحد الحالة ولا في واحد الفعل اللي دار وباقي ما تسالاش. اذا قلت كنتمشى انا مازلت كنتمشى، مازال ما وقفتش. اذا قلت انا كنتفرج في التلفازة انا مازلت كنتفرج في التلفازة. الى هنا كنكون قد نهيت الحصة ديالي اليوم. تهلاو لي فراسكم بزاف. الى اللقاء.